بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وقال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء. هذا الحديث من أحاديث الاكتحال للصائم، منها ما أباحت الكحل للصائم، ومنها ما منعته، وكلها ضعيفة غير قوية، فلا يصح أن يعتمد عليها. فيبقى الكحل على الإباحة الأصلية، لأنه ما جاء فيه منع، ولا جاء فيه أمر، ولا جاء فيه جواز أو منع، كلها ما هي بصحيحة، يعني لا تصح الاعتماد عليها بالأحكام الشرعية. فلذا قالوا: يبقى الكحل على الإباحة الأصلية، أن المسألة موكولة لطالب العلم أن يجتهد فيها. تقول عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. ويقول الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء، يعني أن الترمذي رحمه الله يقول أحاديث الاكتحال في المنع أو في الإجابة أو في الجواز أو في التردد غير معتمد عليها في هذا الباب. وسيأتينا كلام العلماء رحمهم الله في ذلك. نعم، اقرأ. حديث الاكتحال: وردت أحاديث تجيز الاكتحال للصائم، وأحاديث تمنع الصائم منه. وبناء على هذا التعارض، فقد رخص فيه بعض العلماء، ومنهم الإمام الشافعي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، ومنعه بعضهم، ومنهم الإمام أحمد وإسحاق وسفيان بن المبارك. والأحاديث التي تجيز الاكتحال للصائم والأحاديث التي تمنع منه كلها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة للطرفين، وهذا طرف منها. أولا، حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل وهو صائم، قال الترمذي: لا يصح، لا يصح في هذا الباب شيء. وقال ابن القيم في الهدي روي عنه أنه اكتحل وهو صائم ولا يصح. ثانيا، حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم خرج عليهم في رمضان وعيناه مملؤتان من الإثمد، رواه الترمذي، وقال ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. وقال ابن القيم في الهدي: لا يصح. ثالثا، حديث معبد بن هوذة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإثمد المروح عند النوم، وقال ليتقه الصائم، وقال ليتقه الصائم، رواه أبو داود. قال أحمد: حديث منكر. وقال ابن معين: هذا حديث منكر. وقال حديث ثلاثة كلها تدل على منع الصائم من الاكتحال. نعم. وقال ابن عدي: هذا حديث موقوف. وقال البيهقي: لا يثبت مرفوعا. وقال ابن القيم: لا يصح.
وإذا لم تثبت الأحاديث المجيزة ولا الأحاديث المانعة فالصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء من استصحاب البراءة الأصلية التي لا ننتقل أصل البراءة، يعني أنه لم يرد منع ولا جواز. نعم. التي لا ننتقل عنها إلا بدليل، وليس في الباب دليل على الإفطار بالكحل، والله أعلم. فائدة: المفطرات قسمان، الأول مجمع عليه بين العلماء وهو الردة عن المفطرات التي تفطر الصائم، نوعان متفق عليه بين العلماء كالأكل والشرب والجماع والحيض والنفاس وغيرها من الأمور التي سيذكرها المؤلف، كلها تدل على أنها لا تصح مع الصيام، بل يبطل إن كان صائما بطل. نعم. أولا الردة عن الإسلام. الردة عن الإسلام والعياذ بالله، إذا ارتد عن الإسلام بطل عمله أيا كان، صيام أو غيره. ثانيا الأكل والشرب عمدا ومنه الدخان، قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. يعني أنكم حينما يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود لا يحل لكم أن تأكلوا، كلوا حتى هذه الغاية، فإذا تبين الفجر فيمتنع من أراد الصيام عن الأكل والشرب. نعم. ثالثا الجماع، وهو تغيب حشفة الذكر في فرج قبرا كان أو دبرا ولو في بهيمة، فيفطر كل من وطئ والموطوء المطاوع، لما في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. قال وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا في رمضان. قال هل تجد رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. الحديث. رابعا إنزال المني باختياره مباشرة بما دون الفرج كاللمس أو القبلة أو الغمزة. إنزال المني بدون جماع، يعني كان يعالج الرجل ذكره حتى ينزل، هذا مفطر للصيام. نعم. خامسا خروج دم الحيض والنفاس. سادسا الحقنة المغذية التي يستغنى بها عن الطعام والشراب، فهذا نوع من الغذاء، ومثل ذلك حقن الصائم بالدم، فإنه يمد الجسم بعناصر الغذاء المغنية عن الطعام والشراب. سابعا القي، وإذا أخرجه متعمدا لما روى أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استقاء عمدا فليقض. هذه من استقاء القضاء يجب إذا كان المرء هو الذي فعل الاستقاء، هذا تسبب له إما أنه شم شيء أو أدخل أصبعه في حلقه حتى قاء ونحو ذلك، هذا يجب عليه القضاء ويفسد صومه. أما إذا كان القيء ذرعه، يعني جاءه بدون فعل منه، فلا يؤثر على الصيام والحمد لله، وهذه نعمة من الله جل وعلا أنعم بها على عباده، لأن المرأة قد يقيء بدون اختياره فصومه صحيح والحمد لله، مثل ما إذا أكل أو شرب ناسيا لصومه فإن صومه صحيح بحمد الله، لا يفسد الصوم بالأكل والشرب ناسيا. من استقاء عمدا فليقضي صومه هذا. نعم. هذه هي الأشياء المجمع على أنها من مفسدات الصوم ومفطرات الصائم، وتقدم صحة القول بالفطر من الحجامة وما شابهها من تعمد إخراج الدم الكثير من البدن.
هذه مفسدات الصوم، مع أن يدخل لمعدته شيئا يتقوى به أكل وشرب وغير ذلك، وإما أن يستفرغ من جسمه شيئا يخرج من جسمه ليستريح من هذا، فهذا مفطر لصومه مذهب لأجره، فلا يجوز له أن يفعله. والمفطر نوعان: استخراج شيء من الجسم أو دخول شيء للجسم. الدخول كالأكل والشرب، والاستخراج كالحيض والنفاس والحجامة والقيء وغير ذلك من الأمور التي إذا أخرجها من جسمه، والدم الكثير الحجامة إذا أخرجها من جسمه فإنه ينهك الجسم. فرفقا بالعباد ورحمة لهم أنه إذا اضطر إلى هذا أن له أن يفطر ولا بأس عليه ويقضي من أيام أخر. نعم. النوع الثاني أشياء اختلف العلماء فيها، فبعضهم يرى أنها تصل إلى الجوف وأنها مفطرة ومفسدة للصوم، وبعضهم يرى أنها ليست من الطعام والشراب والغذاء وأنه ليس لها تأثير في التغذية وإعطاء الجسم نصيبا من الغذاء، وأنه لا يوجد ما يدل على أنها من أنواع المفطرات فلا تفطر، وذلك مثل الكحول وقطرة العين وقطرة الأذن وقطرة الأنف، الحقن الشرجية، التقطير في الإحليل، إبرة دواء الربو الذي يستنشقه المريض، دواء الجائفة والمأمومة، وبلع النخامة من أي موضع خرجت من البدن. اختلف العلماء فيها إدخال شيء إلى الجسم من مدخل ليس ثابت ليس مستمر، هذا إذا كان يتقوى به الجسم ويستفيد منه فيمنع منه الصائم. أما إذا كان بخلاف ذلك كقطرة العين أو قطرة الأنف أو قطرة الأذن، هذه قطرات تأتي علاج لوجع في العين أو الأذن أو الأنف، يعني علاج وليست مؤثرة على الصيام عند بعضهم، يقول هذه تدخل للجسم وليست مغذية، لأن الله جل وعلا منع الصائم من الأكل والشرب وسائر المأكولات التي ينتفع بها الجسم. أما إذا كان الجسم لا ينتفع بهذا وليست مقوية له ولا منهكة له فهي ليست مفطرة. والخلاف معلوم بين العلماء رحمهم الله، لكل مأخذ، منهم اجتهد وقال المنع أولى، ومنهم أباح ذلك وقال ما يسوغ لنا أن نمنع شيئا ما ورد فيه المنع، فيجوز للصائم أن يستعمله. اختلف العلماء في الإفطار بهذه الأشياء وفساد الصوم بها، فبعضهم يراها كلها مفطرة للصائم لما لها من نفوذ في البدن ووصول إلى الجوف، وبعضهم يرى أن بعضها يفطر ويفسد الصوم، وهذا الاختلاف راجع إلى اجتهاداتهم فيها وتصورهم فيما تحدثه في بدن الصائم واعتبارهم كل ما وصل إلى الجوف وهو مفطر ومفسد للصوم. وممن يرى الإفطار بهذه الأشياء كلها القول المشهور في مذهب الإمام أحمد، فأصحابه مشوا في إجراء كل ما وصل إلى الجوف من أي موضع نفذ مجرى مفطرات. أما شيخ الإسلام أحمد رحمه الله يقول كل هذه مفطرة لأنها تصل إلى الجوف، وربما انتفع بها الإنسان فيمنع منها الصائم، يمنع منها الصائم لئلا يدخل إلى جوفه شيئا يفسد صومه. فالإمام أحمد رحمه الله يأخذ بالأحوط في هذه الأشياء. نعم. أما شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وكثير من رجال الحديث ممن تمسكوا بالآثار فلا يرون الفطرة من هذه الأشياء ومثلها، استدل القائلون بالإفطار بهذه الأمور على قولين بأمرين:
الأول ما رواه أبو داود والترمذي من حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. بالغ في الاستنشاق، يعني إذا استنشقت، إذا غسلت وجهك أو قبل غسل الوجه تستنشق، والاستنشاق هذا يكون بجذب الماء إلى أعلى الأنف. يقول: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فدل على أن المرأة إذا استنشق الماء مبالغة فإنه يفسد صومه. أتى به لأن المنع في هذا الحديث حال الصيام خشية إفساد الصوم. نعم. استدل القائلون بالإفطار بهذه الأمور على قولهم بأمرين: الأول ما رواه أبو داود والترمذي من حديث لقيط بن صبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الثاني القياس، فقد قاسوا هذه الأمور على الأكل والشرب بجامع وصولها إلى الجوف، فإنما حصل بالأكل والشرب لوصوله إلى الجوف، وهذه الأمور لها نفوذ وقوة تصل بهما إلى الجوف، وكلما وصل إلى الجوف فهو مفطر للصائم. الجواب عن هذا: أولا، أنه لا يوجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل يدل على أن هذه الأمور من المفطرات. ثانيا، إن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبنيها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقله الأمة، فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه. فالقياس وإن كان حجة، فالأحكام الشرعية التي الأمة بحاجة ماسة إلى بيانها لا تترك للقياس، وإنما تبينها النصوص الشرعية. ثالثا، النص والإجماع أثبت الفطر بالأكل والشرب والجماع والحيض، فأما الكحل والحقن والدواء والقطرة ونحو ذلك فليست طعاما ولا شرابا، وإنما هي أدوية لمكافحة الأمراض ومقاومة الجراثيم، فهي أشياء مبيدة لا أشياء مغذية مفيدة. والعلة الشرعية في الإفطار ليست هي مجرد وصول أي مادة إلى الجوف لتكون مناط الحكم، فتلحق هذه الأمور بما يصل إلى الجوف من الطعام والشراب، وإنما يكون الإفطار من أحد الأمرين: أولا، إما وصول طعام أو شراب إلى المعدة ليمد الجسم بالتغذية ويحصل به الأكل والشرب، فيتولد الدم الكثير الجاري في الأوردة والشرايين التي يجد الشيطان مجاله فيها واسعا، فيجري معها بإغواء بني آدم ووسوسته لهم. فمناط الإفطار ليس في وصول الشيء إلى الجوف أو الحلق، إنما مناط الحكم أن يصل الشيء إلى المعدة ويستحيل إلى ما يتغذى به الإنسان فيكون أكلا وشربا. ثانيا، وأما خروج أشياء منهكة للجسم مضعفة له تزيده ضعفا إلى ضعف الصيام، وذلك كالجماع والحجامة والحيض والنفاس والقيء، فمنع الشارع الصائم يعني منها. مفطرات خروج شيء من الجسم يزيده ضعفا، لأن الصيام يبتلي العبد بالجوع والعطش فيتأثر بهذا، فإذا تأثر بهذا واستعمل شيئا آخر بعد مثله أو أتاه شيء آخر بدون اختياره فإنه يؤثر عليه. فلذا منع الصيام وقت الحيض والنفاس لخروج الدم من الجسم، وكذلك بالحجامة، لأن الحجامة تخرج الدم من الجسم ويضعف ويستمر ضعفه مع الجوع والعطش وقلة الأكل وخروج هذا الدم من الجسم فيزيده ضعفا. نعم. وإما خروج أشياء منهكة للجسم ومضعفة له فتزيده ضعفا إلى ضعف الصيام، وذلك كالجماع والحجامة والحيض والنفاس والقيء، فمنع الشارع الصائم منها رحمة به وشفقة على قوته لئلا يزيد ضعفه إلى ضعف آخر. فهذان العنصران هما أساس الإفطار،
وهذه الأمور ليست واحدا منهما ولا يمكن قياسها عليهما إذ لا يجمع بين متفرق. رابعا، حديث لقيط بن صبير لا دلالة فيه، فإن المحظور من المبالغة في الاستنشاق هو وصول الماء إلى الحلق ثم إلى المعدة، فإن الأنف ينفذ إلى المعدة، ولذا فإن كثيرا من المرضى يطعم من أنفه إلى معدته، والماء من المجمع عليه أنه من المفطرات، فالتحذير من الماء واقع موقعه، والماء ليس مثل هذه الأمور ولا تقاس عليه كما تقدم، والله أعلم. عرفنا من هذا خلاف العلماء رحمهم الله في بعض هذه الأشياء، وأن الإنسان الأولى له والأحوط له كما اختار الإمام أحمد رحمه الله أن يترك هذه الأشياء في النهار، وإذا احتاج إلى شيء منها في الليل فيستعمله بعد الإفطار. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: شاب تعبان عمره 5 سنوات، هل يجوز القيام له بعمره؟ ما دام ما يستطيع القيام بنفسه فله أن ينيب من يقوم عنه أو يتبرع له واحد يقوم تعبان من 5 سنوات عنه بعمرة، لا بأس بهذا. حطت عمره. يقول السائل: هل يجوز الطواف بنية شخص متوفى؟ هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء أجاز الطواف عن الغير مثل ما يجوز الحج عنه، والطواف جزء منه، يجوز أن تطوف وتجعل ثواب ذلك لآخر. وآخرون قالوا لم يرد الطواف عن الغير، لكن القول الأول أولى والله أعلم، بأنه يجوز لك أن تطوف عن أبيك أو عن أمك أو عن غيرهما. يقول السائل: ما قصة 3 ركعات بالشفع والوتر بتحية واحدة؟ يجوز هذا، أن تجمع 3 ركعات الوتر في تسليمة واحدة، ويجوز أن تجمع 5 في تسليمة واحدة، ويجوز أن تجمع 7 في تسليمة واحدة، ويجوز أن تجمع 9 في تسليمة واحدة. يعني إذا صليت الوتر 9 ركعات يجوز لك أن تجمعها في سلام واحد، ولا تجلس إلا بعد 8 فتتشهد ولا تسلم ثم تقوم 9. وكذا إذا أوترت 7 فتشهد بعد 6 ثم تقوم قبل أن تسلم وتأتي 7 وتسلم بعدها. يجوز هذا وهذا والحمد لله، لأن الوتر ينتهي بركعة، والوتر جائز بركعة واحدة وب3 ركعات وب5 ركعات وب7 ركعات وب9 ركعات، ولم يرد أكثر من 9 فيما أعلم في سلام واحد. يقول السائل: ما هو الاعتكاف وما هو وقته الأصلي وكيف نعتكف؟ الاعتكاف هو لزوم مسجد لله تعالى بنية الانتظار الصلاة، بنية حبس نفسه في هذا المسجد ليطيع الله جل وعلا في ذلك وليخلو مع ربه، فلا يشتغل بدنيا ولا بأهل ولا بمال ولا بولد، وإنما يتفرغ للعبادة، للذكر وقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والصلاة في أوقات تجوز فيه الصلاة النافلة وهكذا. هذا الاعتكاف يعكف نفسه ويعتكف، يجلس في المسجد طلبا لمرضاة الله تعالى،
وهو سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وإذا اعتكف ينبغي له أن يبعد نفسه عن الناس مطلقا إلا وقت الصلوات، يحضر مع المسلمين الصلاة ثم ينفرد في معتكفه يعبد الله جل وعلا وحده لا شريك له، ولا يشتغل بدنيا ولا بزيارات ولا بغير ذلك، ولا يخرج إلا لما لا بد له منه كخروجه للوضوء أو خروجه للأكل أو للسحور أو للعشاء أو لغير ذلك من الأمور، الأمور الضرورية يخرج لها وما عداها فلا. هذا هو الاعتكاف، والمعتكف يجلس في المسجد ولا يتخذ المسجد متحدثا له، لا ينبغي له كما يفعل بعض الناس يجده يزور هذا وهذا يزور وهكذا ما يخلو من أحد يمر عليه، هذا لا ينبغي وليس من سنن الاعتكاف، بل هو بعيد كل البعد عن صفة الاعتكاف إذا اتخذه متحدثا يتحدث فيه مع هذا ومع هذا ومع هذا، كأنه يتورأ الزيارات فيما بينهم أو يتورأ للحديث فيما يحب ونحو ذلك. يقول السائل: ما حكم وضوء المرأة أمام الرجال في الحرم حيث تنكشف بعض أجزاء عورتها؟ لا يجوز للمرأة أن تتوضأ أمام الرجال الأجانب، لا يجوز لها أن تخرج شيئا من جسمها حتى وإن لم يكن عورة الجسم كله عورة جسم المرأة، لا يجوز لها أن تتوضأ أمام الرجال الأجانب، وإنما تبعد عنهم أو تتخذ سترة أو يكون خلفها امرأة تسترها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل يتخذ مسترا سترة تستره عن الناس وعن الأعين. يقول السائل: ما حكم صلاة الرجل بجوار المرأة في الحرم؟ الأصل أن هذا لا يجوز، لكن إذا كان ذلك لضرورة الضرورة تبيح المحظور أحيانا يضطر المرء إلى أن يصلي بجوار امرأة، أو تأتي المرأة وتصلي بجواره بدون اختياره ولا اختيارها، فلعل هذا أهون ولا يضر على الصلاة إن شاء الله. يقول السائل: هل صلاة التهجد سنة؟ وهل كان الصحابة يصلونها جماعة في المسجد؟ نعم، صلاة التهجد سنة، أول من سنها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم توقف عنها خشية أن تفرض على العباد فيشق عليهم ذلك، لما توفي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يصلون مع بعض ولا يجتمعون على إمام واحد، وإنما كل جماعة يصلون وحدهم، الثلاثة والخمسة والسبعة يصلون وحدهم، فلما دخل عمر المسجد رأى الناس متفرقين فقال رضي الله عنه: لو جمعنا هؤلاء على إمام واحد، فجمعهم على أبي فصار يصلي بهم، فدخل يوما فإذا هم صف واحد، فقال عليه الرضا من الله، له الرضا من الله تبارك وتعالى: نعمت البدعة هذه، أي هذه التي أحدثناها بدعة، ليست بدعة شرعية بل هي من العادات التي وجدت بعد أن كانت مفقودة، وإلا فأصلها مسنون سنة محمد صلى الله عليه وسلم، والذي صلى بالناس أولا ثم تأخر عنهم خشية أن تفرض عليهم، فكان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يترك العمل خشية أن يقتدى به، فإذا اقتدى به الآخرون فرض عليهم، فكان يتركه وهو يحب أن يفعله عليه الصلاة والسلام.
فلما انتهى التشريع وتمت الديانة وتم الفقه وتم العلم جمعهم عمر رضي الله عنه على إمام واحد. يقول السائل: عندي محل لبيع ثياب، ولكل من اشترى الثوب أعطيه بطاقة سحب، وفي نهاية فترة يكون سحب جوائز على هذا. هذا لا بأس به، لأن الإنسان يشتري هذه الحاجة بصرف النظر عن كونها لها سحب أو ما لها سحب. ثم إن صاحب المحل يحب أن يتعود الناس إلى هذا المحل ويترددوا عليه ويشتروا منه حاجاتهم، فيجعل لهم ما يحفزهم ويرغبهم في ذلك. يقول السائل: عندي جدتي كانت تاركة للصلاة، هل يجوز أن أعتمر عنها؟ إذا كانت تاركة للصلاة بالكلية، ما تعترف بوجوب الصلاة، فهذه كافرة والعياذ بالله، لا يجوز لك أن تعتمر عنها. أما إذا كانت تركت الصلاة حال مرضها فقط، فهذه وإن كانت غير معذورة، لكنها قد تتوقع أنها لها عذر في تركها لأنها عاجزة، فالعاجز قد يعذر نفسه وإن لم يكن معذور. والصلاة لا تسقط عن المرء أبدا ما دام عقله باق. الصلاة الركن الأعظم من أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أعظم أركان الإسلام الشهادتان ركن واحد، ثم يليهما الصلاة. الصلاة لا تسقط عن المرء بحال ما دام أن عقله موجود، فإذا فقد العقل سقطت التكاليف الشرعية البدنية عنه إذا لم يكن يعقل. أما ما دام يعقل فلا تسقط التكاليف الشرعية عنه إن استطاعها، وإلا يعان عليها. فينظر في المرء تارك الصلاة إن كان تركها في وقت مرضه أو تركها يظن أنه معذور، فيعتمر عنه ويقال له: لا ليس لك ذلك. وأما إن كان تاركا للصلاة بالكلية ما يصليها أبدا وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن كان يعترف بوجوب الصلاة فهو مسلم لكنه مخطئ في ترك الصلاة. وأما إذا كان لا يعترف بوجوب الصلاة والصلاة غير واجبة، هذا غير مسلم والعياذ بالله، وغير المسلم لا يجوز لك أن تعتمر عنه. يقول السائل: كيف نعبد الله حق عبادته؟ نعبد الله حق عبادته، هذا لا يتسنى للإنسان، وإنما عليه أن يعبد الله جل وعلا حسب استطاعته. اتقوا الله ما استطعتم. أما حق الله جل وعلا فهو عظيم، ومهما اجتهد المرء في العبادة فإنه لا يفي بحق الله تبارك وتعالى، فعليه أن يجتهد فيما شرع له وما أمر به، ولا يستقصي، لأن الاستقصاء متعذر عليه أن يقوم بحق الله جل وعلا كما أوجبه تعالى. سددوا وقاربوا. يقول السائل: هل حف الشارب وتحليق الإبط والعانة مخصص بأيام معينة كالجمعة أو في أي يوم؟ بل وفي أي يوم، إذا طال الشارب فقصر منه وحفه، وكذا الإبط إذا نبت شعره وصار يمكن أن يؤخذ فتأخذه في أي وقت من ليل أو نهار أو جمعة أو غيرها. يقول السائل: ما حكم صبغ الشعر في نهار رمضان؟ الشعر لا يجوز صبغه بالسواد لا في نهار رمضان ولا في ليله ولا في سائر الأيام، لا يجوز بالسواد. وأما بغير السواد فلا بأس، لأنه لا يؤثر على الصائم.
يقول السائل في الدعاء: اللهم إنا نعوذ بك، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك، كيف يكون التعوذ بالله منه؟ نعم يا أخي، نعم يا أخي، نعوذ بالله من الله جل وعلا، ما من أحد إذا خفت منه إلا وتهرب منه سوى الله جل وعلا، فإذا خفت منه فالتجئ إليه وتعوذ به من سخطه، لأنه هو الذي يعيذك جل وعلا. أعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، فالعبد لا يحصي ثناء على الله، وله أن يهرب من الله إلى الله ليلتجئ إليه ويحفظه سبحانه وتعالى. يقول السائل: فكرت في زوجتي واستمليت وأنا صائم، ماذا علي؟ إذا كان نائم ما يدري فالله جل وعلا قد عذره، وأما إذا كان نتيجة تفكير صح صحاوته حياته استيقاظه، فيجب عليه أن يقضي ذلك اليوم الذي أنزل فيه المني. يقول السائل: ولد لي مولود وأنا في مكة وسأعود بعد 21 يوما، فكيف أفعل العقيقة؟ هل يجوز إخراج قيمتها نقدا؟ لا حرج أخي في تأخير العقيقة حتى تعود إن شاء الله، سواء كان في 20 أو 21 يوما أو بعدها، لأن العقيقة تصح في أي يوم، لكن يحسن أن تذبح يوم سابع الولادة، يوم سابع الولادة. وقد قال الفقهاء رحمهم الله: أو ما تكرر من السابع، يعني يوم 14 أو 21 أو 28، لا بأس بهذا، يحسن تحري ذلك، لكن إذا لم يتحر هذا فلا بأس عليه إن شاء الله. يقول السائل: هل تجوز العمرة عن المتوفى أو الحي الغائب، أب أو أم أو غيره؟ العمرة عن الميت متى شئت تعتمر عنه، وأما الحي فقال العلماء رحمهم الله: يلزم لها أمران، أولا أن يكون غير قادر على الوصول إلى مكة، ثانيا أن تخبره بعزمك على ذلك حتى ينوي هذا التطوع، التطوع يفتقر إلى نية، والنية موجودة من الحي ممكن أن ينوي التقرب إلى الله جل وعلا بالعمرة، وأما غير المتوفى فلا يسوغ ذلك، لأنه ما يمكن النية، فيجوز لك أن تعتمر عن الميت متى شئت، وأما الحي فلا تعتبر عنه إلا إذا أعلمته بذلك وكان غير قادر على الوصول إلى مكة. يقول السائل: إذا كنت أصلي النافلة وأقيمت الفريضة، هل أقطعها بالتسليم؟ إذا كنت في فريضة وأقيمت الصلاة، فإن كنت في آخر النافلة، إذا كنت في نافلة وأقيمت الصلاة، فإن كنت في آخرها فأتمها خفيفة، أما إذا كنت في أولها فيحسن بك أن تقطعها، ولا يلزم لك سلام، لأن السلام عند نهاية الصلاة، أما إذا قطعتها فتبطلها فلا صلاة حينئذ. يقول السائل: ما هي فضائل المسجد النبوي وفضائل المدينة النبوية، وأيهما أفضل، الاعتكاف في مكة أو المدينة؟ أما الاعتكاف فاعتكافك في مكة أفضل من اعتكافك في المدينة، لأن الصلاة في مكة 100,000 صلاة، والصلاة في المدينة 1,000 صلاة، والصلاة في مكة أفضل، فيستحب الاعتكاف في المكان الفاضل
أولى من المكان المفضول. ثم فضائل المسجد النبوي كثيرة، له فضل في الصلاة، الصلاة فيه أفضل من غيرها، ويستحب للمسلم أن يذهب للمدينة للزيارة غير من كان بمكة. أما من كان بمكة فهو في إقامته في المدينة أفضل له. وحري بالناس أن يحرصوا على احترام المدينة وحبها، فحب المدينة وحب أهلها من الدين، وخاصة المستقيمون منهم المحافظون على الصلوات الخمس. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والبصيرة في الدين، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.